الكلمة للسعد حميد عواد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيد رئيس، السيدين الوزيرين، حضرات السيدات والسادة النواب، لابد في البداية من التنويه بسيد وزير الفلاحة وسيد كاتب الدولة اللذان أتانا بمشاريع القوانين الثلاثة التي نناقشها في هذه الجلسة، والتي لا شك أن الموافقة عليها ستمكن من تصفية ملفات ظلت معلقة عشرات السنين، بل إن بعضها يرجع إلى بداية عهد الاستقلال. ويتعلق الأمر بتسوية وضعية قائمة تهم أراضي فلاحية وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 320 ألف هكتار، وزعت على 23 ألف فلاح. فلماذا استمر التأخير في البت في تسليم الملكية لأصحابها كل هذه المدة، خاصة وأن في ذلك عرقلة حقيقية للاستثمار، حيث أن المرء عادة لا يستثمر إلا في الأرض التي هي ملك له؟ سيد رئيس، السادة الوزراء، حضرات السيدات والسادة النواب، إن مناقشة البرلمان لمشاريع القوانين المطروحة تفتح المجال أمام النائبات والنواب لمناقشة إشكالية القطاع الفلاحي بصفة عامة، وإشكالية تأهيله وإعداده لمواجهة المنافسة الضارية التي تهدد وجوده، كما تنذر باختلال مجتمعي كبير في المغرب. فبالنسبة لحزب الاستقلال، من المعلوم أنه استتبت له نظرة متكاملة عن تنمية العام القروي منذ بداية الاستقلال، ومع أنه لم يتحمل مسؤولية وزارة الفلاحة منذ 46 سنة، إلا أنه وضع مبكرا الأسس الأولى للاستراتيجية التنموية لهذا القطاع. فقد أطلق عملية تحديث الفلاحة سنة 57 من خلال عملية الحرث وإنشاء مراكز الإرشاد الفلاحي، وكان يدرك أن عماد التنمية هو الإنسان من جهة والأرض من جهة أخرى، فطالب مبكرا بالإصلاح الفلاحي وإعطاء الأرض لمن يحرثها، وإصلاح الأنظمة العقارية لمعالجة مشكلة تفتت الأرض، ووضع حد أعلى لمساحة الملكية نظرا لنظرة الأرض. وفي هذا السياق تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في برلمان 1963، وكان يترأسه إذ ذاك الزعيم المغفور له عبد الخالق طريس بمقترح قانون للإصلاح الزراعي، بحيث انتهى به الأمر إلى عقد طلب دورة استثنائية لمناقشة المقترح المذكور، إلا أن الحكومة آنذاك رفضته، فكان أن لجأ الفريق إلى التحكيم الملكي الذي جاء لصالحه، ولولا إعلان حالة الاستثناء في 7 يوليو 1965 الذي حال دون دراسة البرلمان للمقترح المذكور، لكانت الفلاحة المغربية قد تجاوزت العرقلة الأساسية التي تواجهها، وهي قضية الأرض وتحديث أنماط وأساليب الاستغلال. السيد رئيس، لقد جرت العادة أن يقع الحديث عن تأهيل القطاع الصناعي، وقد وضعت لذلك آلية معينة، إلا أن تأهيل القطاع الفلاحي ظل موضوعا ثانويا لا يحظى بالاهتمام الكافي، ولم تضع له الحكومة آلية خاصة به تمكن من تفعيله، مع العلم بأن التطور الملاحظ في القطاع الفلاحي في البلدان المصنعة وفي البلدان الصاعدة من شأنه أن يقلب الموازين بسبب الارتفاع المهول في الإنتاج المدهش في الإنتاجية والنتائج الهامة للتقدم العلمي الحاصل في علم الجينات وفي اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية في التعامل مع الإنتاج الفلاحي. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن انعكاس هذا التطور على الفلاحة شيء واضح على مستوى جميع البلدان الصناعية المتقدمة، حيث أن نسبة السكان الفلاحة القطاع الفلاحي أو البادية تقل وينقص عددها، حتى إنه يبلغ الآن في بعض البلدان 5 إلى 6% من مجموع السكان، وهذا يعني أن هناك مجهودا كبيرا جدا فيما يرجع للإنتاجية، أي فيما يرجع لتأهيل الإنسان الذي يشتغل في الأرض ولتأهيل الأرض بتمكينها من الوسائل الإنتاجية اللازمة لتكثيف الإنتاج وتقويته. وقد لوحظ في أستون، وهذا ينعكس على التشغيل، حيث أن نسبة التشغيل مع تحديث الفلاحة تقل،
وبالتالي نحن نتوقع إشكاليات اجتماعية كبيرة جدا، فيجب أن ننتبه إليها منذ الآن. فما هي الظروف التي تساعد على تأهيل الفلاحة والفلاح؟ إن مواجهة العولمة وتأهيل الفلاح يحتاج إلى حل إشكالية الأرض والأنظمة العقارية، إلى رفع تنافسية الإنتاج وزيادة المردودية، إلى تأهيل العنصر البشري، إلى تكييف المناخ الاقتصادي والاجتماعي مع مقتضيات فلاحة مزدهرة متقدمة تكنولوجيا ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا. أولا، حل إشكالية الأرض، حيث أن البنية العقارية تتميز بالتقزم والتفتت، ذلك أن 60% من الأراضي القابلة للزراعة تتوزع على مستغلات لا تزيد مساحتها عن 3 هكتارات، فضلاً عما تتعرض له المستغلات في حالة وفاة مالكها الأصلي وانتقال الملكية لتتوزع على ورثته وتتولى العملية حتى لا يبقى ما هو صالح للقسمة، وهذه الحالة لا تسمح بأي استثمار. ثم إنها أكبر مشكلة تواجه الاستثمار تتلخص في تعدد الأنظمة العقارية المتعلقة بالأرض وتعدد المتدخلين، ثم ذلك البطء الفظيع في تعميم التحفيظ العقاري وخاصة في مناطق الشمال. ثم إنه لا شك أن حل هذا المشكل يقتضي انخراطا كاملا لكل مكونات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة قوية تتوفر على ثقة جلالة الملك المطلقة وعلى ثقة البرلمان المطلقة بحكم توفرها على أغلبية واسعة ناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة، بحيث أن مصداقية الحكومة شيء أساسي للقيام بالإصلاحات التي تثير النقع وتثير الجدال وتثير المشاكل، حيث أن الرأي العام لا يمكن أن يقتنع إلا بالعمل الجاد المتواتر، العمل الذي يهدف إلى الصالح العام دونما أن يلتفت إلى الفئوية وإلى المصالح ذوي النفوذ. ثانياً، رفع إنتاجية الإنتاج الفلاحي. نجد أن هذه الإنتاجية لا يمكن أن ترتفع ما دامت المكننة شيء بسيط في المغرب، حيث أن الهكتار لا يتوفر على أكثر من 0.25 حصة بخاري، وأنه كل جرار يخدم 300 هكتار، في حين أن في البلدان في المتوسط العالمي كل جرار يخدم 50 هكتار، وكل آلة حصاد تخدم في المغرب 1600 هكتار، في حين أنها في المتوسط العالمي تخدم 300 هكتار، علماً بأن 50% من المساحات الزراعية الكلية في المغرب لا تشهد أثراً للجرار، بحيث أنها تظل تستغل وتحرط بالكيفية التقليدية. وما يقال عن المكننة يمكن أن يعمم على عوامل الإنتاج، حيث أن 31% من الأراضي هي التي تستفيد من السماد، و 12% تستفيد من البذور المعتمدة وفي مجال الحبوب، أما البقوليات فمن 1-6% فقط، ومبيدات الأعشاب لا تزيد عن 10%، ومبيدات الأمراض الفطرية عن 1% من المساحات التي تستفيد من هذا، وكل هذا يبين مقدار التخلف الذي تعاني منه الفلاحة، ومن جهة أخرى مقدار المخاطر الذي سيتعرض لها الفلاح المغربي مع انفتاح الأسواق ومع كثرة أو ارتفاع إنتاجية وتنافسية المنافسين. ثالثا، تأهيل العنصر البشري. نعلم أن الفقر في البادية هو ظاهرة قروية أكثر منه ظاهرة حضرية، حيث أن الفقر في البادية يناهز 27.2% من السكان مقابل 12% في المدن، علماً بأن 80% من الأسر المغربية في العالم القروي ليس لها إلا دخل مستمد من الفلاحة، وحينما يأتي هناك جفاف فإن مئات الآلاف من الناس يسقطون تحت عتبة الفقر، وبالتالي فإن معالجة هذه الظاهرة أي نظرة تكاملية، نظرة اندماجية للنمو القروي، للنمو الفلاحي، للنمو الاقتصادي في البادية شيء أساسي لإفراز منابع للدخل ومصادر الدخل تمكن الفلاح من أن لا يعتمد بصفة كلية ومطلقة على الفلاحة بصفة عامة، وإنما تمكنه من أن يحصل على دخل موازن حتى إذا أتى الجفاف فإنه يستطيع أن يواجهه بشكل أو بآخر. ثم إن مواصفات اليد العاملة المغربية، نجد أن الأمية شيء ظاهرة قوية
هن في البادية مثلا بلغت الأمية في سنة 98 74%، وهي تزيد عن 82% في صفوف الإناث، علما بأن الأمي لا يستطيع الاستيعاب ولا يستطيع مواكبة التقنيات الحديثة ولا يستطيع أن يرفع مردودية والإنتاج، وبالتالي فالفلاح المغربي والفلاحة المغربية تظل منزوية في ركن من أركان التاريخ، ستظل كذلك إذا لم نستطع أن نمحو الأمية في ظرف وجيز، وأن نمكن الفلاح المغربي من مواصفات الإنتاجية المهنية والتقنية والمعرفية المتراكمة التي هو في حاجة إليها لمواجهة التحديات التي تواجهه. لابد من الإشارة إلى أن هناك مجالات مهمشة في التنمية الفلاحية، وهي المناطق الجبلية تمثل 25% من السكان، وتمثل 25% من التراب، وتمثل 714 جماعة قروية و75 مركز حضري، ولكنها تظل في معزل عن التنمية الفلاحية المتسارعة المرجوة. كذلك الفضاء الغابوي الذي يعاني من تضعضع في المساحة الغابوية، حيث تنقص ب 11 ألف هكتار سنويا، علما بأن 8% من المساحة الكلية للمغرب هي التي مغطاة بالغابات، مقابل 35% بالنسبة لبعض البلدان في حوض البحر الأبيض المتوسط كاليونان. السيد الرئيس، لا يفوتني هنا أن أشير إلى الدور الذي كان يمكن أن يلعبه النظام التعاوني في الفلاحة بصفة خاصة، لولا العراقيل التي يواجهها وعدم اعتباره أولوية في مجال تنظيم الاستغلالات الفلاحية، فإذا كان ليمثل غير 3% من مجموع القطاع، فإن من أسباب ذلك طبيعة العلاقة الموجودة في هذا القطاع بين هذا القطاع وبين السلطات المحلية، حيث أن أغلبية التعاونيات لا يجدد انتخاب هيئاتها المسيرة في الأجاج المنصوص عليها في قوانينها الداخلية، وفي كثير من الأحيان تخضع لتدخلات مباشرة أو غير مباشرة لتنصيب مسؤولين مرغوب فيهم من طرف بعض ذوي النفوذ والمصالح. كما لا يفوتني أن أشير إلى أن الدولة قررت مؤخرا كراء أزيد من 50,000 هكتار من أراضي السعودية سجت إلى فاعلين اقتصاديين خواص يهدف رفع إنتاجها إلى وتحسين أنماط الاستغلال من خلال زيادة الاستثمار وإدخال التقنيات الجديدة. هذا هو الهدف، ونحن إذ نثمن هذا القرار ننبه إلى ضرورة إعطاء الأولوية للفلاحين المغاربة والأطر الفاعلة، ونتحفظ في فتح المجال على مصراعيه أمام رأس مال الأجنبي لامتلاك الأرض الفلاحية في المغرب، علما بأن الأمر في المرحلة الحالية إنما يتعلق بكراء لمدة طويلة. هناك إشكاليات كبيرة تواجه الفلاحة المغربية ولا حل لها، ربما نكاد نستسلم بأن هذا القطاع لم يجد بعد الطريقة الذي يجب أن يسير فيه. فإذا كان التمويل لا يكفي ولا يلبي إلا 17% من الحاجيات تمويل سينسيا، وإذا كانت الفوائد مرتفعة 11% مقابل 4% في تونس، وإذا كان الدولة تمتص من القطاع من خلال عوامل الإنتاج لزيمبوت، تمتص مقادير هامة من الضرائب تكاد تساوي الضرائب الميزانية التي تعتمدها في الدولة في لقطاع لوزارة الفلاحة، فإن ذلك يعني أن هناك إعادة نظر حقيقية يجب أن تتم في هذا القطاع، وأن العديد من القطاعات في هذا القطاع في القطاع الفلاحي يجب أن ننظر في كيفية وأبعاد وحجم مساهمتها في التكاليف العامة نظرا للعجز الذي يعاني منه المغرب في المجال الاجتماعي. أيها السيدات والسادة، ذكرت بأن من التحديات التي هي موضوع على المغرب قضية الأنظمة العقارية في الأرض، وقضية حل إشكالية الأرض، وهذا الحل يجب أن يكون حلا شموليا، وهو يستدعي تعبئة عامة لجميع الفعاليات، ويستدعي تضامنا وانخراطا سياسيا في مسلسل لإصلاح هذا الجانب الذي يعرقل الاستثمار ويعرقل الإنتاج، وبالتالي يخضع الفلاحة المغربية إلى أنماط قديمة لا قبل للإنتاجية بها ولا قبل للتنافسية بها. ونعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تضامن شامل، ويحتاج إلى معرفة
بنموذج الاجتماعي السائد، حيث يبدو لي أن المجتمع المغربي لم يرد أن ينفصل عن التطور التاريخي الذي حدث في مجال الأرض، حيث أن الأراضي الجماعية منذ عبد المؤمن الموحدي الذي أجرى أول إحصاء للأرض في المغرب العربي من الرباط عاصمة الموحدين إلى برقة في ليبيا، وعبر الأرض كما يقال، قاس الأرض بالفراسخ ووزع الأراضي على القبائل، ومنذ ذلك الوقت أحدث نظاما اجتماعيا منع المغرب من أن تظهر فيه الإقطاعية، ومكن الديمقراطية المحلية من أن تنمو وأن تكون شاملة وأن تحفظ توازن المجتمع المغربي الذي حتى بداية القرن العشرين وحتى العشرينات قبل أن يفصل فيه نظام جديد هو نظام الكولونيزاسيون أو نظام الاستعمار والملكية الخاصة وانتشارها. كان المغرب إذن يتوفر على نظام اقتصادي في الفلاحة، نظام اجتماعي وسياسي في الفلاحة، مكن من تنمية متنامية بطبيعة الحال على قدر ما يحتاج إليه المجتمع، ومكن من تعميق الديمقراطية ومشاركة الفلاح المغربي في القرارات التي تهمه. لعل المجتمع المغربي حاليا لا يريد أن ينفصل عن هذا النموذج الهام التاريخي الذي منع ظهور الإقطاعية في المغرب، والذي هو نموذج متميز، والتحليلات التي قام بها البعض في سنوات طويلة خلال سنوات طويلة عن الإقطاعية كانت تحليلات خاطئة، لأنها نشأت وعبرت عن مجتمعات بعينها، في حين أن التحليلات التي تنطبق على المجتمع المغربي يجب أن تكون نابعة من دراسة تاريخ هذا المجتمع والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ميزت. كأني بمجتمعنا لا يريد أن ينفصل عن هذا النموذج، ولكن يجب أن نجتهد لإيجاد نماذج تمكن من إعطاء الأرض لمن يحرطها، تمكن من تكييف الفلاحة المغربية ورفع مستواها إلى المستوى اللازم الذي تفرضه التنافسية، فالذي هو غير متنافس يموت في هذا العالم الفظيع، هذا العالم الذي لا قلب له، لأن قلب الفلاحة هو الإنسان ويجب أن نهتم بالإنسان. أشكركم جزيل الشكر على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد عواد.